السلام عليكم، مساكم بالخير. خلوني بس قبل ابدا ابشكر الرجال هذا. في واحد اسمه صلاح العتيبي، واحد من المعاقين في الدوادمي، كان عنده مشكله في وزاره العمل. اتصلت على الرجال هذا وارسلت الرساله، قلت له هذا واحد من المعاقين في وزاره العمل، عنده مشكله في مع وزاره العمل، يعني تاشيرات وما تاشيرات شيء من هالقبيل. وارسلت له، في خلال 24 ساعه حلوا مشكله هذا المعاق. انا ممنون جدا لانهم حلوا مشكله واحد غالي على علينا كلنا، مع انه انا ما عمري قابلته ولا اعرفه صراحه، بس كون يكون فيه واحد في وزاره ويحل موضوع في هذه السرعه لواحد من ذوي الاحتياجات الخاصه، هذا شيء كويس. اتمنى انه تشكرونا معي. يعني في منتدى الباحه للاعلام كان فيه مشاركين في ندوه، جلسه خمسه اشخاص حديث عن الاعلام والاعلام. كان في اثنين من المشاركين، الدكتور مساعد محية، وهذا الدكتور يدرس في كلية الإعلام في جامعة الإمام، وفيه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون اللي هو الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، وكان في حوار ساخن، وكان محية فاتح النار. تعرفون فاتح النار؟ فاتح النار على الهزاع، أنتوا مخرجات تلفزيون سيئة، ولا في احد يشوف تلفزيونكم، وانتم قال في الاخير حتى قال انه حتى الموظفين حقينكم لو تروح لهم في الوزاره ما هم فاتحين على القناه السعوديه، يعني حتى موظفينكم ما يشوفون اصلا، يسوون البرامج التلفزيون ما يشوفون التلفزيون السعودي. فكان هو يحاول يدافع، طبعا كانت القاعه بصراحه كانت متعاطفه مع محية ضد الهزاع. دافع في اخر دقيقه الهزاع سوى شيء، قلب الطاوله على المحية، قال كل شغلنا ذا هذا طلابكم ومخرجاتكم اللي تعطونا إياهم هم اللي قاعدين يشتغلون. هذا الموقف صار عندي تساؤل كبير، ودائما أصلاً يصير فيه كلام إنه مخرجات الإعلام مهيئة لسوق العمل ولا المشكلة المعروفة هذه. في قبل أسبوع أو أسبوعين كان في منتدى للتعليم العالي، فكان في ندوة يعني مشاركت أنا فيها، وشارك فيها الدكتور عبد الله الرفاعي اللي هو عميد كلية الإعلام في جامعة الإمام، وكانت نفس المشكلة هذه قاعدين إنه نتحدث فيها. يقول لا إحنا مخرجاتنا ممتازة وكويسة، بس المشكلة في سوق الإعلام. قلت له يا رجل أنا أدرت مؤسسة إعلامية لمدة 8 سنوات، يجوني طلابكم يتدربون على المستوى 7 و8 ألف باء إعلام ما يفهمون الموضوع. ترى ما هو قضية أنه أنا أتكلم بالعاطفة ولا أقرأ من جرائد، أنا قاعد أشوفهم قدامي وضع سيء. قال لي لا بالعكس. أقول لك شيء، أنتم يا دكاترة الجامعة لو الواحد مسكوا برنامج تلفزيوني طلع فاشل، يعني أقول صريح أكثر من كذا؟ ففي مشكلة يعني. يعني الحقيقة أنا ماني متعود أنه أنا أكون قاسي لهالحد مع أحد، لكنه يعني كان الحوار مشى كذا. فكان في حوار أنه هم طبعا شو يقول لا احنا حنصدر احنا حنسوي. قلت له انت غير طريقه التفكير، وانا هذه الفكره اللي انا جاي اقولها اليوم واشرحها ببساطه. هم يقولون انه احنا ندرس كويس وقاعدين نسوي منتجات كويسه، بس انتم يا سوق العمل ما انتم قاعدين تتفاعلون معها. قلت له طيب فكر بطريقه مختلفه. كيف الطريقه المختلفه؟ بدل ما يدرس عندك ناس يحفظون مجموعه المواد ويكررون مواد قديمه عفى عليها الزمن وانتهت، ليش ما تجيب من سوق الإعلام نفسه؟ جيب منتج جيب شوف تدرس السوق، أفضل 5 6 منتجين برامج تلفزيونيين قويين خذهم وعطهم تسهيلات يدرسون ماجستير ودكتوراه بشيء بسيط يعني، وخلهم هم اللي يدرسون في الجامعة. جيب مخرجين مميزين وخلهم هم اللي يدرسون في الجامعة. جيب 5 6 من المقدمين التلفزيونيين وخلهم يدرسون مادة الحوار التلفزيوني. يعني أيهم أحسن؟ واحد دارس أخذ له منهج، ولا لما تجيب مثلا تركي الدخيل ولا صلاح الغيدان ولا داود الشريان ولا فهد السنيدي ولا علي الظفيري والمجموعة الشباب السعوديين اللي أثبتوا مثلا كفاءة في الحوار، انهم تجيبهم وتقول لهم لا تعالوا درسوا، حيعطيك شغله أمس أخطاؤه اليوم حيعطي كفاءة. وبالتالي هذول الناس المعدين الكويسين المنتجين الكويسين المقدمين الكويسين خلهم هم اللي يدرسون الطلاب. فكر بطريقة مختلفة،
وفيها ميزة ثانية غير أنه يعطيه علم أقوى عملي، أنه يفتح فرصة للعمل. كيف يفتح فرصة للعمل؟ يعني يجي واحد يقول لك، هو بيسوي برنامج تلفزيوني وقاعد يناظر عنده 40 طالب، والله يقول للأربعة ذولا يصلحوا البرنامج التلفزيوني اللي حنسويه على قناة كذا. والله مثلا علي العزازي عنده برنامج، مثلا علي العزازي عنده برنامج مثلا في المجد على قناة كذا، والله جيبه وحطه معد في هالبرنامج، وتبدا توزع، لانه انت قاعد تشوفهم وتاخذهم الصبح تدرسهم وبالليل تاخذهم تدريب، فبيكون هناك فعلا حقيقة تواصل واشتراك بين الإعلام والعمل. أنا أخذ دورات عند دكاترة الجامعة، أذكر واحد في مصر، وهذا الرجل أخذ دكتوراه من روسيا، يعني هو واحد ثقيل الحقيقة، فكان يدرسنا إنه مجموعة من الشغلات، في بعض الشغلات غير مقنعة، فكان من ضمن الأشياء اللي يقولها إنه الكاميرا يجب أن تكون إذا كان المتحدث واحد عليه نفسه هو يطالع الكاميرا، ما تيجي الكاميرا جانبية، لأنه هذا غلط، بده يشرح لنا. قلت له أنا ذيك اليوم كان أحمد شكيري ثالث سنة طالع، لسه ما بعد أخذ هذا الوهج في برنامج وخواطر، فرحت أنا بالليل في الفندق وأخذت مقطع هذا وقصيته وعطيته إياه الصباح، قلت له شوف هذا المقطع، هذا برنامج كويس وقاعد يكسر القاعدة اللي قاعد تعلمنا إياها أمس. فناظر كذا، قلت له إيش رأيك في المخرج حق البرنامج هذا؟ ناظر قال ده المخرج حمار يا رجل. قال ده حمار. قلت طيب والفريق اللي شغل؟ قال كلهم حمير. المشكلة هنا وين؟ إنه هذا الرجل درس مجموعة من الأشياء تحولت إلى أشياء مقدسة وكلها على الورق، بينما أثبت لنا أبو يوسف أحمد الشقيري، أثبت لنا إنه الإبداع في الإعلام هو الأصل. أنت لما تبدع في الإعلام ما في شيء اسمه قاعدة، القاعدة أنك تجذب هالمشاهد وأنه ما يتحرك، هذا القاعدة. إذا حافظت على المشاهد أنت ناجح، جبت الكاميرا من فوق، جبت الكاميرا من تحت، هذه ما لها علاقة، أنت كيف تسيطر على هذا المشاهد. ولذلك هذه الكلمة الأساسية اللي أنا أريد أن أختم فيها، لا يوجد جامعة ولا كلية ولا معهد في الدنيا يجهزك للنجاح، ما في أحد يعطيك النجاح على طبق من ذهب يقول لك تفضل هذا النجاح روح، ما في. هم الناس يعطونك مجرد، خاصة الجامعات، مفاتيح على الأكثر، المفاتيح هذه تمكنك أنك تعبر الأبواب لا أكثر. لذلك أقول النجاح الحقيقي في الإعلام لا تجده في مقاعد الكلية، ولكن تجده في كواليس الاستوديوهات. شكرا على خير.